تعالوا بقى نروح للمنتخب الاولمبي اللي استقر الجهاز الفني بقياده البرازيلي ميكايلي على ان هما ينتظموا في المعسكر المقام في القاهره يوم 10 يناير المقبل، او اللي هيقام في القاهره يوم 10 يناير المقبل ان شاء الله. طبعا هذا المعسكر استعدادا للسفر الى الامارات يوم 15 يناير عشان المشاركه في دوره دبي الدوليه الوديه ضمن استعدادات المنتخب للمشاركه في اولمبياد باريس 2024، وده هيكون مع منتخبات الامارات والسعوديه وقطر. من المقرر ان المنتخب هيعسكر في العاصمه الاداريه لمده 5 ايام، وبعدها ان شاء الله مباشره يتوجه الى دوله الامارات الشقيقه. وكلنا متفائلين بميكايلي الحقيقه، خصوصا انه راجل صاحب خبرات كبيره، وما ننساش ان هو كان بيقود منتخب البرازيل الاولمبي في حصد ذهبيه اولمبياد ريو دي جانيرو في عام 2016. خلونا بقى نروح ونتعرف على تفاصيل اكتر عن رؤيه ميكايلي واهميه هذا المعسكر مع كابتن محمود حرب المدير الاداري للمنتخب الاولمبي. يا كابتن صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا. ازي حضرتك؟ الله الحمد لله كله تمام. اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير؟ كله بخير والله الحمد لله. يا رب دايما في احسن صحه واحسن حال. وعايزين بقى نستاذنك ان احنا في البدايه نعرف كده ميكايلي هيرجع امتى من اجازته ان شاء الله. هو خلاص على الاسبوع الجاي ان شاء الله هيرجع ان شاء الله. واحنا طبعا على تواصل معاه كل يوم تقريبا عشان بنجهز للمعسكر اللي جاي. زي ما حضرتك قلت احنا عندنا معسكرنا هيبدا يوم 10، هنقعد 5 ايام في القاهره، وبعد كده هنسافر على الامارات ان شاء الله عشان نشارك في البطوله المنظمه الامارات هناك ان شاء الله باذن الله، وهو موفقين باذن الله. طيب يعني هل هناك اليه ما يعني بيتابع من خلالها ميكايلي وجهازه المعاون كل عناصر المنتخب الاولمبي؟ طبعا طبعا كله يعني هم اغلبيتهم بيتابعوا طبعا كل المباريات من خلال طبعا التلفزيون، بالاضافه للكابتن عادل مصطفى موجود هنا فبيروح الماتشات، هو كابتن سيد السويكي اللي بيبقى مطالب ان هم يروحوا يشوفوها وبيقدموا تقرير طبعا لمستر ميكايلي عن كل حاجه. طيب وبشكل عام الى اي درجه حضرتك مطمن على منتخبنا الاولمبي وعلى مشاركاته القادمه ان شاء الله؟ والله بص الحمد لله زي ما حضرتك بتقول مستر ميكايلي يعني من المدربين الخبرات الكبيره طبعا والستاف كله اللي شغال بصراحه مستوى على مستوى عالي جدا، وباين الفرق في مستوى اللعيبه لو تقارن بدايه ما بدانا لغايه ما وصلنا الحمد لله لغايه دلوقتي في تقدم ملحوظ. الناس كلها متفائله واحنا كلنا متفائلين وكلنا شغالين، حتى كل محاضراتنا وكل كلامنا مع اللعيبه ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ونجيب ميداليه ان شاء الله في الاولمبياد يا رب من بؤك لباب السبع يا كابتن. طيب بالنسبه بقى لمعسكر الامارات ودوره دبي الوديه، يعني هيتضمنوا مباريات ايه ومع مين، وهيكون الى اي درجه هذا الامر مفيد للعيبه بتوعنا؟ يعني طبعا اي احتكاك بيبقى مفيد للعيبه، زي ما حضرتك عارف احنا لعبنا انت لعبنا مدارس كتير، لعبنا من افريقيا، لعبنا من اوروبا زي ما لعبنا روسيا مثلا واوزبكستان، ولعبنا من اسيا سوري اوزبكستان، فلعبنا مدارس كتير، فكان فاضل لنا مدرسه اللي هي بتاعت الخليج او المدرسه الجزء في الخليج ده اللي هو الامارات ان شاء الله هيبقى فيها، وقطر والعراق و الامارات وقطر والعراق والسعوديه والفندل مش والسعوديه كمان اظن والسعوديه بالظبط كده. تمام. فهم اربع منتخبات قويه من دول عربيه كبيره كلهم وصلوا لكاس اسيا، لان كاس اسيا لسه ما اتلعبش اللي هو مؤهل لاولمبياد باريس هيتلعب في شهر 4، فكلهم برضو بيستعدوا لكاس اسيا عندهم عشان يقدروا ان شاء الله يوصلوا لاولمبياد باريس، فاكيد هتبقى مدارس مختلفة نقدر نلعب معاها ونقدر نستفيد منها ان شاء الله. طب في ضوء متابعة حضرتك بقى للي حصل يعني حتى هذه اللحظة والمدارس الكروية المختلفة اللي احنا لعبنا معاهم في الفترة الأخيرة، شايف ان احنا فين ووضعنا عامل ازاي؟ والله بص الحمد لله احنا خلي بالك يعني الحمد لله الحمد لله احنا لعبنا 22 يعني تاريخ المنتخب ده من ساعة مستر ميكايلي جه احنا لعبنا 22 مباراة ببطولة كأس الأمم بكل حاجة، الحمد لله نتائجنا كويسة جدا، يعني ما خسرناش غير ماتش واحد، اتعادلنا 7 ماتشات، كسبنا 14 ماتش، الحمد لله الحمد لله نتائجنا كويسة ويعني على اللي احنا قدناه وعلى مستوى اللعيبة، وزي ما قلت لك احنا كنا بنعاني مثلا السنة اللي فاتت كان أغلبية اللعيبة ما بتلعبش في مع فرقهم في الدوري. السنة دي الحمد لله بعد بطولة كأس الأمم واللعيبة بدأت تظهر، أنت عندك تقريبا القوم كله بقى بيلعب أو بيشارك، جزء منهم بيشارك منهم اساسي مع فرقهم في الدوري،
فدي فرق مع المنتخب برضه ان شاء الله، لانه بدأوا يلعبوا فدي بتفرق معنا طبعا. فان شاء الله يعني، لا يعني الحمد لله ماشيين على الخطى الكويسه ان شاء الله. يعني نتعشم ان شاء الله ان احنا لما نتابع الدوره الاولمبيه اللي جايه باريس 2024 سنجد ما يسرنا باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله والله. يا مسهل الحال، يا مسهل الحال. دعواتكم كده ودعمكم ان شاء الله. الدعوات يعني موصوله ولا تنقطع، اكيد كل اللي بيساهم في ان هو يرفع علم بلدنا اكيد احنا نشيله على كتافنا وعلى راسنا من فوق. ربنا يصلح لهم الحال ان شاء الله ويوفقهم، وشاكر لحضرتك على وجودك معانا النهارده، جزيل الشكر يا كابتن، شكرا جزيلا. تعالوا بقى نروح ونشوف درجات الحراره النهارده. والنهارده يعني الصبح بدري كان في شبوره كثيفه حبتين، مش عارف بقى دي بتبقى فيها اشاره ان الجو هيدفي بعد كده.